صلى الله عليه وسلم فرحنا به. أهل بيت كسفينة نوح، من تعلق بها نجا ومن تخلف عنها. برضو في حديث ثاني يقول حضرته صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأي اقتديتم اهتديتم. فإحنا بنأخذ الأولياء كاقتداء الصالحين، بنأخذهم قدوة. هم كانوا بيعملوا إيه كذا وكذا، بنحاول نقلدهم. طبعا احنا يعني مش هنبقى زيهم، لكن تشبهوا صلى الله عليه وسلم قال: تشبهوا بالرجال فإن لم تكونوا مثلهم. فتشبه بالرجال فلاح. كيفية الاحتفال؟ احنا بنحتفل بالإطعام، إنما بسم الله الرحمن الرحيم، إنما نطعمكم بوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا ذكر. احنا الاحتفال بالإطعام. في ناس بتحتفل بالذكر، حلقات الذكر. كل واحد بيجي من بلده بيلي طريقة معينة بالاحتفال، وكله تقرب إلى الله، كله تقرب إلى الله. شاي، أكل، أي حاجة أنت عايزها في المولد بتلاقيها. هو مولد. شرفت المدينة يا خير الله داع. طبعا ده أول مديح يتمدح بحضرة سيدنا النبي من البني آدمين، يعني يمدح بحضرة سيدنا النبي كفرح لما دخل المدينة وبالدف. طبعا هنا الاحتفال كذكرى وتكريم وحبا فأهل بيت رسول الله. في ناس كثيرة طبعا هنا، في باقي بيعززوه، في باقي كدرويش فاهم معنى أدب الدروسة. أدب الدروسة ليها احترامها وليها أدبها، اللي هي أساسا مدرسة. وبعدين هنا التصوف هو أساسا يعني في الإسلام درجة الإحسان، يعني أولا يقول لك الإسلام والإيمان ودرجة الإحسان. يبقى هنا التصوف داخل درجة الإحسان، يعني أعلى درجة، أعلى من الإيمان وأعلى من الإسلام، درجة الإحسان. هنا بينكم ما يعرفكش أنت مين، ما يعرفش أنت من أي بلد، اللي جاي من أسوان، اللي جاي من الفلاحين، اللي جاي ما أعرف، يعني بكلمك لوجه الله، ما بسألكش أنت إيه. هنا